يوم سعيد، يوم صحي للجميع، والعقل السليم في الجسم السليم. اليوم اجاني بوكس كتير حلو من الريف، وهو عودة الأحفاد إلى خبز الأجداد. خبز صحي 100% لحتى يناسب كل الأشخاص اللي عم بيقوموا بالدايت، مرضى السكري، مرضى الضغط، يلي عندهم حالات خاصة بالأغذية لازم يمتنوا عنها، فهذا الخبز مناسب للجميع. في أكيد حجم كبير وفي حجم صغير، يعني ممكن حتى يناسب الأطفال. والحلو فيه أنه تخزينه، مدة تخزينه بالفريزر 6 شهور، ومدة تخزينه بالبراد 16 يوم. هلا رح فرجيكم اياه. مثلا في عندهم خبز بالشوفان، وعندهم خبز عالي البروتين وبدون سكر. في ثواني طالع لكم الباقي. في عندهم خبز بالشعير، في كمان هذا بدون سكر، خبز الشوفان للدايت، وكمان هذا بدون سكر، خبز عالي الالياف، وخبز اسمر وكمان بدون سكر مضاف. وطبعا عندهم كمان اللي ممكن نحن نضيفهم للسلطة او ناكلهم حتى كسناك. فالانواع اللي عندهم اياها متنوعة ومتكاملة لحتى يساعدنا بنظام غذائي صحي. وبرجع بذكركم انه العقل السليم في الجسم السليم، وسعادتنا في غذائنا. كل ما رتبنا الغذاء بطريقة صحية كل ما كنا اسعد. وشكرا كثير لخبز الريف الصحي والخفيف.